أخبروني ما الذي صنعه الواحد منا حتى الليلة مع القرآن، وما الذي أوجده في حياته إلى الآن في هذا اليوم من الحفاوة بالقرآن ومزيد العناية بالقرآن ومدارسة القرآن وتعاهد القرآن. إننا أمام باب عظيم كريم من فضل الله وعطائه، ومن تأمل وجد أن القرآن قد أودع فيه من الأوصاف والمناقب والخيرات ما يعجز عن حصره مثل هذا المجلس. فإن القرآن جاء بأبدع وصف في كتاب الله، في كلام الله وصف الله القرآن بأنه روح، فهل نعيش بلا أرواح أمة الإسلام؟ يقول الله سبحانه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. القرآن روح لنا أمة الإسلام، لا عيش لنا بسواه ولا حياة لنا من غيره، نحن بالقرآن نحيا أمة الإسلام، وتدب فينا الحياة بمعناها الحقيقي بأخذنا للقرآن. ولهذا فمهما اقترب أحدنا من القرآن وعاش عليه وصحبه في حياته وجد الحياة الحقيقية التي يسعد بها في الدنيا والتي يرتقي بها في الآخرة. وبقدر بعده أو غفلته أو هجرانه أو ابتعاده عن القرآن سيخسر والله من هذا المعنى الحقيقي، بل هو إلى الموت أقرب. أما قال عليه الصلاة والسلام: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. لم يكن إذن وصفا مجازيا، كان حقيقة أن الحياة الحقيقية هي التي نعيشها في كنف ذكر الله، والقرآن أجل مراتب ذكرنا لله عز وجل.